السلام عليكم إخواني المغاربة. من اللي بدات هاد الحكومة وأنا كنقلب ليها على شي إنجاز دارتو باش نحطو ليكم، والو ما لقيتش بالكشيف باش لقيت لكم هاد الإنجاز اللي كانت الحكومة ديال أخ النص سباقة عليه. هاد الإنجاز دارتو وزارة الثقافة ووزير الثقافة، نبغيكم تصفقوا عليه. نجيب واحد النقطة الأخيرة اللي قامت بها هاد الحكومة ولأول مرة في تاريخ المملكة المغربية، هي صناعة الألعاب الإلكترونية. سمعتوا شنو قال؟ سمعتوا الانجاز اللي كانت الحكومه ديال اخر النص سباقه عليه؟ قال لك صناعه الالعاب الالكترونيه. يا ربي بغيت هاد الحكومه اللي كانت سباقه لصناعه الالعاب يلعبوا الكلاب برجليها ويجيهم الصعر وكل واحد فيهم يشد جهه. هاد الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه هي اول صناعه في العالم اليوم. المغاربه هما اول مستهلكين لهاد الالعاب الالكترونيه في الـ في الـ في, في ريجون مينا. قال لك الشباب المغربي اول مستهلك لهاد الالعاب الالكترونيه في العالم العربي. هذا دليل السي الوزير باللي احنا شعب مسالف قبه، ما عندنا ما يدار، مقابلين غير اللعب والخوى الخاوي. وهذا الشيء اللي كتقوله السي الوزير من المفروض خصنا نبكيو عليه بلاص الدموع بالدم، ماشي نفتخروا به، حيت هذا السيد اللي غيكون نهار ومطر هو مقابل غير اللعب والخوى الخاوي، غادي يخدم غادي يديها في قرايته. من المفروض انت كوزير وقريب للشباب خصك تخرج وتنصح الشباب باش يبعدوا على الالعاب الالكترونيه ولا يقللوا غير منها ويديوها في قرايتهم شويه وفي دراستهم شويه. انت كدوي بحال كتهضر على شي انجاز عظيم وصلتوا ليه. قررنا مع مجموعه ديال القطاعات باش نستثمروا في هذا المجال بوكري واحد المدينه مدينه لصناعه الالعاب الالكترونيه. قال لك سيدي هذه الحكومه ديال عزيز اخ النوش كيفكروا يديروا مدينه ديال الالعاب الالكترونيه. ما ديروش نتوما باديه ديال الالعاب الالكترونيه، ايه شي عروبيه ديال الالعاب الالكترونيه، بدعوا تنتوما شويه، ماشي هما داروا مدينه ديال الالعاب الالكترونيه، تنتوما ديروا مدينه ديال الالعاب الالكترونيه، ديروا نتوما عروبيه ديال الالعاب الالكترونيه. بغيت غير نعرف هاد الناس علي من كيضحكوا، المغرب كامل لا دار شي طول وعرض، غتلقى فيه واحد ربعه د المدن ولا ثلاثه د المدن اللي تستاهل تقول عليها مدينه. اما الشيء الاخر غير العشوائيه والديباناج وصافي. درنا كلشي بقات لينا غير مدينه ديال صناعه الالعاب الالكترونيه، كلشي درناه في هاد البلاد. هاد الحكومه خصنا نسميوها حكومه لعب الدراري، في العوض ما تنوضوا تشمروا على دريعتيكم وتسبقوا الاولويات هما الاولى. كتقول لي نستثمروا في صناعه الالعاب، قضيتوها في استثمارات الاخرين بعدا، بقى لكم غير صناعه الالعاب، حتى هما باغا نستثمروا منهم، كلشي باغا نتربحوا منه في هاد البلاد. كتربحوا من الحبس، باغا نتربحوا من اللبس، باغا نتربحوا من كلشي باش كتعجبونا بعدا. غاب الصناطح، ما كاينش اللي قد عليكم في الصناطح. دابا انت اللي كدوي، باقي عاد ماتلك فنان مسرحي، ايه حرق لك راسو قدام باب الوزاره وكتهضر لي على مدينه ديال الالعاب. سير حل غير المشاكل اللي عندك في داك الوزاره، عاد اجي هضر على صناعه الالعاب ولا استثمار في صناعه الالعاب. اشهد يا تاريخ، في الوقت اللي الشعب المغربي كامل كيتسنى الحكومه تحط افكار اللي تخفض ليها الاسعار، ايه تحط افكار اللي تخفض لينا من غلاء الاسعار. وزير ديال الثقافه خارج كيفكر قال لك يستثمر في الالعاب والخوى الخاوي. كاين شي ناس غينوضوا غايقول لك هذا السيد هذا راه ما مسؤولش على الوضع الاقتصادي الحالي اللي كيعيشوه المغاربه، هذا ماشي مسؤول على غلاء الاسعار، هذا السيد فقط مسؤول على كل ما هو فني وثقافي في البلاد بلا ما تحملوا طالب المسؤوليه. ملي قلت وسيدي هذا ماشي مسؤول على الوضع الاقتصادي، اجي نمشيو نسمعوا الناس اللي مسؤولين على الوضع الاقتصادي في البلاد شنو كيقولوا. وعلى راس هاد المسؤولين هو رئيس الحكومه الحالي عزيز اخ النوش. لكن غادي نوقع في بعض المحطات. المحطه الاولى الظروف اللي جينا فيها، ايه صعيبه، ظروف صعيبه، ايه عنده الصحه الاخوان، الظروف صعيبه. ويلا كان تسيهم عزيز اخ النوش الظروف صعيبه، ومن بعد حنا مالنا؟ وشكون اللي صعب هاد الظروف، انا ولا نتوما تصعبوا علينا الحياه وتخباو ورا الظروف؟ انت شنو دورك؟ الدور ديالك كرئيس حكومه شنو هو؟ هي اي حاجه جات للمواطنين صعيبه خصك تسهلها. قول لي واش انت عمرك درتي شي حاجه من هادشي؟ كتعجبونا غير في العناوين الغليظه اللي كتلوحوا في قناتكم على اليوتيوب، فما كتلوحوا شي فيديو كتلوحوا شي عنوان تشوفوا تقول هنا نبات. ما كاينه غير الحكومه تتدخل بشكل عقلاني فيما يخص التضخم وغلاء الاسعار. ملي كتسمع هاد الهضره كتقول هنا نبات، وانتوما ما كاينه غير الدق والسكات. شوفوا هاد الفيديو عاوتاني واحد اخر، شوفوا العنوان ديالو، الحكومه اتخذت مجموعه ديال الاجراءات. كتهبط المشاهدات كتلقى 75 واحد اللي شايف الفيديو، 75 واحد اصاحبي والعاده، و75 واحد اللي شايف الفيديو في القناه الرسميه ديال الحزب اللي هو عنده الاغلبيه. دابا داوي معكم بالصح، واش هاد الحزب عنده الاغلبيه؟ دابا هذا عنده حكومه متماسكه. ما عرفتش نتوما كيفاش جبتوا دوك الاصوات في الانتخابات، كيفاش طلعتوا نتوما الاولاله؟ واش طلعتوا بالسماوي بفساد الصناديق؟ 75 واحد شايف فيديو وخايبه حتى التعاويده، الا عاودنا لشي واحد يضحك علينا. من 40 مليون مغربي 75 واحد اللي مهتم
بهضرة الحكومة، يعني حتى الناس اللي داخل الحزب ديالكم واللي مشبع بالفكر ديالكم والناس ديال الشبيبة ديالكم ما كيتفرجوش في الفيديوهات ديالكم اللي كتحطوا على مواقع التواصل الاجتماعي. عرفتي علاش ما كيتفرجوش فيكم؟ حيت عارفين هضرتكم خاوية في الميزان كاع مساوية، طيبتهم بهذيك الهضرة. مهم نساو المشاهدات ورجعوا للسيد رئيس الحكومة. يمكن لك السي ام عزيز اخنوش تقول لنا شنو الرأي ديالك في المعارضة اللي كتعارض سياستك؟ كيفاش كتجيك المعارضه في المغرب؟ شنو الهدف من المعارضه؟ كان الهدف ديال المعارضه هي ان تشغلنا بالمشاكل الضفيه اللي عايشين فيها. هذا مالو عاوشاني؟ اش كيتسنى حتى من المعارضه تصفق ليه وتقول له العام زين؟ قال لك المعارضه كتشغلنا بمشاكل ديال الظرفيه اللي كنعيشوا فيها. واش كتسنى من المعارضه تشغلك بمشاكل ديال شي ظرفيه واحده اخرى؟ واش هاد عزيز اخنوش باغي المعارضه تجيب له مشاكل ديال شي حقبه واحده اخرى حنا ما عايشينش فيها ولا شنو؟ ولا تجيب له المعارضه شي مشاكل ديال شي بلاد واحده اخرى ماشي بلادنا باش يبقى هو على خاطره؟ ما فهمتش انا هاد اخنوش شنو باغي من عند المعارضه. واش انت اصلا شمن معارضه عندك؟ شكون اللي كيعارضك في هاد البلاد؟ الناس عندهم معارضة كيحطوا عليهم الحوايج، الحوايج كيحطوهم عليهم وما كيقولوش هاد الهضره اللي كتقول انت. انا بغيت غنعرف اخنوش شكون اللي كيعارضك في هاد البلاد؟ شكون اللي كيعارضك مثلا؟ كيعارضك الشجر؟ كيعارضك هاد خونا؟ ايه هاد خونا. هاد الناس راه كيدافعوا على الحكومه واكثر من الناس اللي في الحكومه. باش كيدافعوا عليها؟ كيدافعوا عليها بالسكات، ما كيهضروش مره بحال اللي ما كيناش هما هنا كاع في خطره. عمرك سمعتوهم هضروا؟ عمرك سمعتوهم دواو؟ من الانتخابات ما شفناهم دواو. سلم على داك اللي صيفطك، سلم عليه. حتى انت اخنوش كتزيد فيه بزاف. كاينه واحد جوج ولا ثلاثه ديال الناس اللي كيهضروا في البرلمان حتى هما غتسوق ليهم، حتى هما غدي عليهم. خدم خدمتك اصاحبي، راك غادي مزيان، راك عاجبني، ما بقالك والو تلوحنا للحافه. غير سير 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 كمل، ما فيها والو. كنبقى ندور هضره هاد الناس في راسي كنلقى باللي هاد الحكومه ما كرهوش الناس، غير بقاو يصفقوا ليهم ويقول لهم سيروا كملوا اللي درتوه الله يصلح. ولكن ملي كيكون عندك رئيس حكومه اناني ديكتاتوري في افكاره تسنى كثر من هكا شي هاد رئيس الحكومه عندنا، والله ما كاين فرق بينه وبين السيسي ديال مصر بحال بحال. ولكن باش عجبني عزيز اخنوش عجبني في حاجه واحده، ملي كيقنط من الهضره ديالنا ومن الهضره ديال البرلمانيين المغاربه وكيطلعوا له في راسه، ملي كيطلعوا له في راسه ديال بصح البرلمانيين المغاربه كيمشي يستقبل البرلمانيين ديال دول واحده اخرى باش يبدل الجو شويه. كيف كتشوفوا امامكم على الشاشه عزيز اخنوش رئيس الحكومه المغربيه كيستقبل برلمانيات من امريكا اللاتينيه. هو مزيان بنادم مره مره يبدل الجو ويبدل الوجوه، ولكن انا حاجه اللي ضراني في راسي نموت ونعرف هاد البرلمانيات اللي استقبل عزيز اخنوش باش من اللغه تواصل معاهم، واذا كان بصح تواصل معاهم وفهموه شنو كيقول ما فيها باش شي وحده فيهم شي وحده فيهم تطوع وتصرح للمغاربه شنو كيقول. حيت هاد السيد واخا تشوفو مغربي بحالنا في حاله، عندنا نفس اللغه كنهضروا نفس اللغه، حياته كامله هو كيهضر، ما كنفهموش شنو باغي يقول وشنو باغي يوصل لينا. راه كاع ما كنفهمو داكشي اللي كيقول لينا، اللي كنفهمو هو هاد السيد مدبر على راسو على ظهرنا وحنا تغلبنا وتقهرنا وكنقولوا باعلى صوت باللي هذا رئيس حكومه كاع ما كيمثلنا، ما كيمثلش الطبقه الفقيره ولا الطبقه المتوسطه. هذا رئيس الحكومه كيمثل الاغنياء، رئيس الحكومه ديال الاغنياء ماشي ديالنا حنا، ماشي على حسابنا. كنشوفوا شي مؤتمرات وشي زيارات بحال هذه اللي دار عزيز اخنوش، غير بسعد خسران الفلوس وصافي. واش هذا الشيء كيستافد منه المواطن شي حاجه؟ ما كنظنش. للاسف كاين شي ناس باغين يغرقوا المغاربه في الوطنيه، باغين يسوقوا البلاد بالوطنيه وبالعواطف. كاين اللي كيقول لك ما تنتقدش الوضع الحالي اللي كدوز منه البلاد باش تبان وطني، كيقول لك خاصك تكون عندك مشاعر تجاه هاد البلاد. ولكن اللي علمتنا الحياه العواطف والمشاعر راه ما كيوكلوش الخبز، ما غاديش يزيدوا بالبلاد القدام العواطف والمشاعر. حنا اللي كنهضروا ما طامعين في والو، طامعين في حاجه واحده باللي هاد البلاد تكون فيها حياه سياسيه حسن من هذه اللي كنشوفوا دابا. واش كلشي متفق معايا باللي هاد البلاد صبح من الضروره خصنا واحد الحوار وطني، خص اصلاح سياسي ديال بصح، بغينا يكونوا عندنا سياسيين ماشي ارهابيين، بغينا تكون عندنا في البلاد شي حاجه سميتها حريه التعبير ديال بصح، بغينا تكون عندنا في البلاد حريه ديال الراي وتا واحد ما يتحاكم على الراي ديالو، وبغينا تكون عندنا في البلاد عاوتاني تعدديه وتنافسيه ماشي الاسبقيه المرايقيه والمتملقين والبوك صاحبي. من المفروض دابا خصنا نكونوا درنا واحد القاعده ديال الاصلاح، وهذه القاعده تكون هي الانطلاقه ديال بدايه الاصلاح السياسي في المغرب، حيت الاصلاح في هذه البلاد راه تاخر بزاف الاخوان، والله الا تاخر ديال بصح. راه النظام والدوله قبل ما يفكروا يصلحوا قطاع التعليم وقبل ما يصلحوا قطاع الصحه وقبل ما يرفعوا في الاجور
وقبل ما يشوفوا حال المواطن المغربي خاص الدولة أول حاجة تديرها هاد المنظومة السياسية الفاسدة، خاصها تحيد، تحيد من جدر اللي عليه شي شبهة يتحيد له المنصب ويمشي يرتاح ويقابل الأملاك دياله، يقابل عادك شي اللي سرق. وأول حاجة عاوتاني خاص المنظومة السياسية الفاسدة تنقى، ما يبقاش شي واحد مسخ في البلاد تيدير السياسة. كاين شي سياسيين مسخين والله ما يستاهلوا يدبروا أمور الناس. هاد السياسيين واخا تعطيهم الدولة اللي عطاشهم راه ما غادي يبينوا للمواطن والو، ما غادي يديروا والو، حيت اصلا هما ما كيعرفوا يديروا والو. اللي كيعرفوا له هما هي راك تشم وكتهتم، اللي كيعرفوا يديروه هي يديروا راسهم مستقبل ويديروا لولادهم مستقبل ويديروا الحاشيه ديالهم مستقبل. المستقبل باش كيديروه؟ كيديروه بطرق لا اخلاقيه. كلشي ولا عارف، الصغير والكبير ولا عارف كيفاش السياسيين كيديروا الفلوس في المغرب. واش دابا غابيني وبينكم هاد السياسيين اللي في البلاد كتسنى منهم شي نهار يناقشوا مواضيع اللي كتهم الشعب المغربي؟ خلينا من غلاء الاسعار، هادشي كلشي يقدر يناقشوا، كلشي يقدر يقولوا. انا سيدي دخل لي المسقي، دخل لي القاع الخابيه، واش هاد السياسيين يقدر شي واحد فيهم يناقش شكون كيستافد من الرخص ديال الصيد ويكشف لنا على الاسماء اللي كيستافدوا من الرخص ديال الصيد؟ ولا هاد السياسيين يقدروا يكشفوا لنا على الاسماء اللي كيستافدوا من الرخص ديال المقالع الرمال؟ ولا شكون اللي كيستافد من الفوسفات؟ علاش هاد السياسيين ما كيناقشوش هادشي داخل قبة البرلمان؟ واش ممنوع عليهم يناقشوا هادشي ولا هما ما يقدروش يناقشوا هادشي؟ ونمشي معاكم بعيد، انا عمري شفت شي واحد من هاد السياسيين داخل قبة البرلمان ناقش موضوع ديال توفيق بوعشرين ولا سليمان الرايصوني ولا عمر راضي ولا ناقش الموضوع ديال حراك الريف ولا الزفزافي. واش العداوة في سنوات الرصاص، في سنوات الرعب كانوا برلمانيين كيطالبوا باطلاق سراح الناس اللي في السجون، الناس اللي في تزمه مرش كانوا كيطالبوا باطلاق السراح ديالهم، كانوا سياسيين كيهضروا على الاعتقال السياسي في سنوات الظلام. شنو اللي وقع في المغرب دابا الاخوه؟ علاش حتى شي واحد ما بقى كيهضر من هاد البرلمانيين ولا من هاد السياسيين؟ واش السياسيين اللي تبدلوا ولا السياسه ديال البلاد اللي تبدلات؟ وحنا ما في خبارناش، حنا اللي عارفين المخزن المغربي يغير ولا يتغير. دابا انا كنقول هاد الهضره وعندي قناعات لداخل ديالي، كنقول باللي هاد السياسيين اللي عندنا في المغرب ما يقدروش يطلبوا باطلاق سراح مسجون واحد. عرفتي علاش؟ حيت كاع الناس اللي مشدوده علاش مشاو للحبس؟ حيت عراو على الفساد ديالهم، عليها مشاو للحبس. هاد الناس السياسيين اللي كنطلبوا منهم حنا يطالبوا باطلاق سراح المعتقلون، هادو هما براسهم باغي ليهم الحبس، هما كيطلبوا لهم الحبس اليوم قبل من غدا. وحتى الناس اللي باقا برا وكتخرج تهضر ما كروش حتى هما يتشدوا. هذه حقيقة عارفها كلشي. هاد الورقة هادي لو توصلتي بها غدا لا جيتي خديتيها من عندي دابا نعطيها لك، هاي ساوية 5000 درهم. غدا سير خد 63 مليون بها، هاي تاخد هاي 5000 درهم تعطيها رشوة وغدا تاخد بها 63 مليون من المال العام. ورقة. كاين شي ناس كيعاتبونا كيقول لك أنتوما كلشي رجع كيهضر. خلي الناس تهضر، فين عندك مشكل؟ خلي الناس تهضر وتعبر وتقول اللي بغات. شوف شحال من عام وحنا ساكتين، تبدلت شي حاجة في هاد البلاد؟ تغيرت شي حاجة في هاد البلاد؟ والو. بالله عليك سيد وزير الدق ولا عرفتي شنو؟ الله يعطينا القوة سيد وزير الداخلية وكي راه بزاف الناس لا تعطاش فرصة باش تهضر، خليهم يهضروا. ولا نتوما الهضرة ضراكم شي حاجة؟ مقلقاكم الهضرة في شي حاجة؟ خلي الناس تهضر وتنقل صوت الطبقة الهشة. واش نتوما غرقتوا البلاد بالفساد وبالأزمات وبالقضايا التافهة وما بغيتوش بنادم يهضر؟ كيفاش درتوا ليها؟